سيد عبد الحكيم الواعر، برأيك أي بلد في المنطقة مهدد أكثر من غيره بموضوع الجوع؟ طبعاً طيب. مع الأزمة الأوكرانية. احنا في الأرقام الأولى من أكبر المعتمدين على السوق الأوكراني الروسي في الغذاء هي دولة مصر، بحكم طبعا عدد السكان فهي أكبر مستورد في المنطقة للحبوب وخصوصا القمح من هذه المنطقة. ولكن لا ننسى أيضا أن دولة جمهورية مصر العربية لديها إمكانيات كبيرة جدا وقدرات كبيرة جدا خصوصا في التعامل مع الأزمات، وشرعت فعلا الدولة بجميع مؤسساتها في إيجاد بدائل بما فيها زيادة الإنتاج المحلي، تحفيز الإنتاج المحلي. الآن أطلقت قرارات عديدة داخل مصر لزيادة تكلفة الطن من القمح للمزارعين حتى يتم تحفيزهم على زيادة الإنتاج المحلي. قدراتها في التخزين أيضا تعتبر كبيرة نسبيا في المنطقة، فبالتالي هناك خطة من الآن حتى آخر السنة واضحة لتعويض الفاقد من هذه المنطقة. الآن الأكثر دول خلينا نقول هشاشة وأكثر تضررا في الواقع هي لبنان، والسبب هو الوضع القائم سواء كان الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية المترتبة عنها، لأنه الآن تقريبا يعني الوضع المالي لا يسمح للبنان لاستيراد الغذاء بشكل سلس، علاوة على عدم وجود بنية تحتية كافية داخل البلد لتخزين الغذاء الأساسي. فطبعا لا ننسى أن احنا عندنا دول تمر بنزاعات وهي تأتي في المرحلة الأولى، ولكن دول هذه أصلا تحت المساعدات الإنسانية من فترة، سواء كان اليمن، سوريا، لازالت العراق إلى حد ما تقريبا يعني بتحديدا في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا. الثلاث دول هذه لازالت تتلقى العديد من المساعدات تحت إطار المساعدات الإنسانية، وبالتالي الوضع لن يتغير كثيرا بالنسبة لها.